نحن live من العدلية. We are live from the عدلية in Beirut after the decision was made to remove Judge Fadi Sawan and replace him. He is the one responsible for the investigation of the court. So you can see quite a number of protesters are out to express their anger at the decision to replace Fadi Sawan. Sawar نزلوا على العدلية ليأخذ موقف وكان يعلم ضد القرار كان رئيس الجمهورية عم يعلم كله بده يتحمل مسؤولية يجب تطوير بيوت الشعب وبيوت المساجد وبيوت النواب ومحاكمتهم ومحاسبتهم لأنه ضمنة الموت القائد الفاسدي يجب أن تنتهي شعب 17/20 ثورة 17/20 الحرية دم الشهداء التفجيرات الناس المعاقين الألم النفسي والإنساني رح كله يتكوكب ويشيل هالمنظومة الفاسدة ونحرر هالبلد من الموت القاتل من ديكتاتورية الفساد على رأسهم رئيس جمهورية رئيس مجلس النواب مجلس الوزراء ومجلس النيابة مجلس احتلالي كلهم محتلين الوطن من المؤسف أن نكون أن يخضع الشعب لهكذا ديكتاتورية حاكمة لهي المافيا القاطية ولكن الأمل بكل ثائر بكل حر والأمل بروح الشهداء رح نتصل لهم شو رأيكم باللي عم بيصير هلا بالقرار اللي انأخذ لكارثة كارثة